برعاية محافظ المحافظة اللواء عبد الواحد صلاح، وبإشراف مكتب التربية والتعليم ومكتب الأوقاف والإرشاد، وبدعم من مؤسسة الإخلاص العلمية التنموية الخيرية المركز الرئيس إب. يقيم مجمع الصعيد التربوي المسابقة الكبرى في حفظ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينفذها مبادرة يمن النهوض في عامها الرابع. محافظة إب، مدرسة مجمع الصعيد الثانوية للبنات. تصوير ومونتاج المحترف للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني الأستاذ وليد المطري. العنوان إب المدينة القديمة، الباب الكبير. للحجز والاستفسار 37-04-576. تعليق على حليس. ما هذه الحياة الضنكاء؟ لقد تعبت من هذه الحياة. عمتم صباحا؟ عمت صباحا. ما بالكم؟ لقد رأيت فيكم أثر التعب، فأخبروني لعلي أساعدكم. لن تستطيع مساعدتنا. لماذا؟ حياتنا تقوم على العشوائية ولا قيمة لها. كلا، فأنتم لديكم أخلاق ثمينة تدر المنافع العامة في المجتمع البشري. لديكم الكرم، فأنتم تتبارون بالكرم بل وتفتخرون به. ففي يوم ذهبت إلى البادية لزيارة قومي، فمررت بأعرابي وقد بلغ بي الجوع أشده، فلم يكن معه من المال إلا ناقته، هي سر حياته وحياة أسرته. فأخذته هزة الكرم فقام إليها وذبحها ليضيفني. ومن أخلاقكم أيضا الوفاء بالعهد وعزة النفس والمضي في العزائم، فإذا عزمتم على شيء ترون فيه من المجد والافتخار لا يصرفكم عنه صارف بل وتخاطرون بأنفسكم في هذا السبيل. ولكن هذه الأخلاق أضاعتها أخلاق أخرى، فنحن نعيد البنات أحياء خشية العار والإنفاق، ونقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق. وفاحشة الزنا لا أستطيع أن أخص منها وسطا دون الآخر، ولدينا الجمع بين الأختين. قصار الكلام، إن حالتنا الاجتماعية تعيش في الحضيض من الضعف، فالجهل ضارب أطنابه، والخرافات لها صولة وجولة، والمرأة تباع وتشترى في الأسواق وتعامل معاملة الجمادات أحيانا، والناس يعيشون كالأنعام. لديكم عادات سيئة جدا، هذه حالتكم الاجتماعية، فحدثوني عن حالتكم الدينية. إن المشركين الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام هم بعيدين كل البعد عما جاء به من مكارم الأخلاق. أما اليهودية فقد صار رؤساؤها أربابا من دون الله يتحكمون في الناس وفي حاجاتهم. أما النصرانية قد وجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان. أما سائر أديان العرب فقد تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وأفكارهم. ولكن سؤالي هنا، كيف دخلت الأصنام إلى مكة وتزعمون بأنها تقربكم إلى الله؟ ألم تسمع بعمرو بن لحي؟ كلا، لقد ذهب إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن هذا الأمر وقام بإحضار صنم إلى مكة وطلب من أهل مكة عبادة هذا الصنم بدعوى أنه يقربهم إلى الله زلفى. وهكذا انتشرت الأصنام في جزيرتنا. وإلى متى ستستمرون هكذا؟ لا نعلم. ما هذا النور؟ ما هذا؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشراء. فأطيب منك ما رأت قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله، يا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، إن سيرتك الغالية في قلوبنا، نحن لم نرك بعيوننا لكن نحن نراك بقلوبنا، فأنت فيها دائما موجود. أنت لنا إشراق الصباح بعد ظلمات الليل الطويل. في مولدك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، إذ بأربعة شرفة من إيوان كسرى سقطت، النار التي يعبدها المجوس خمدت، الكنائس حول بحيرة ساوى انهدمت، وفي البحيرة قد غادت. ولدت ففرحت بك أمك، واستبشر بك جدك، واختار لك اسم محمد كل ذرات الوجود ترفع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. في أول عام من عمرك وأنت في عشيرة بني سعد، ترفضك المرضعات، لأجل ذلك غيوم السماء غضبت، حتى عن قطرة غيث قد بخلت، ساد القحط أرض بني سعد.
اجتمع الناس للتضرع طلب الغيث. تضمك السيدة حليمة إلى حضنها، ترد عنك الشمس بوجهها، إلا أن الغيمة في كبد السماء بك مفتونة، تضللك لا تفارقك. كنت في حضن الراهب وهو يتبتل، نظر في جمال عينيك، نسي الراهب القحط والمطر والدعاء، لكنك لم تنسى، والغيمة لا تزال مفتونة بنظراتك. أرواحنا فدا لهذه العيون الناظرة إلى السماء يا رسول الله. ثم بدأت قطرات الماء برقة تهطل، وأكثر الناس عن سبب الغيث لا يعلم، فأغلبهم لا يعلم من أنت. أنت يا من كنت نسمة مباركة على بني سعد، أرضهم الجرداء صارت غنمهم تروح عنها شبعانة ولبنا، وشاهم العشفاء صاروا يحلبونها حتى الشبع، وما زالوا يتعرفون من الله الخير والزيادة. تمضي الأربع والخمس سنوات من عمرك وأنت ماكث في بني سعد، يأتي ذلك اليوم الذي كنت تلعب مع الغلمان من حولك، فجأة يأتيك جبريل يأخذك فيصرعك، فيشق صدرك فيستخرج قلبك، فيخرج منها علقة سوداء ويقول: هذا حظ الشيطان منك، إذ بك يغشى عليك ويصفر لونك. ترك السيدة حليمة بهذا الحال تخشى عليك وتخاف عليك خوفا شديدا، فتعيدك إلى أمك. يا رسول الله، ها قد عدت إلى أمك الحنون، عدت إلى حضنها الدافئ، عدت إلى أمك التي لطالما اشتقت إليها. تخرج معها وبصحبة أم أيمن إلى المدينة المنورة، وقفت عند قبر أبيك. هل شعرت بالحزن؟ هل اعتصر الحزن قلبك الصغير لأبيك الذي لم تراه عيناك؟ هل شعرت باليتم حينها؟ ألم تكن تعلم أنك عند الأبواء مع موعد لفراق أمك؟ ها أنت تدخل مكة يتيم الأم يا رسول الله، يحن عليك جدك، فأنت صرت حفيده اليتيم الذي لا أب له ولا أم. فيا رسول الله، أكان صبية مكة ينادون أمهاتهم بجانبك؟ أكنت تنظر إلى الأرض حينما يصيحون يا أمي؟ كم ليلة بكيت، وكم ليلة تحمل رياح مكة دموعك إلى الأبواء؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. وأنت في السادسة من عمرك يأتي جدك الذي ضمك إلى ولده، بل وقدمك عليهم واختصك بمكانة فضل واحترام. ما إن أنت في الثامنة من عمرك، فتى صغيرة يشاء الله بأن يفارقك هو الآخر ويرحل عن الدنيا ويتركك وحيدة. لا، أنت لست وحيدا يا رسول الله، أنت مع الله الذي وجدك فآوى، أنت مع الله الذي يشاء بأن يرسلك أنت رحمة للعالمين. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 12 عاما من مولده، خرج مع عمه أبو طالب في تجارة إلى الشام، فلما وصل إلى بصرى التقيا براهب يقال له بحير الراهب، فنظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد غطاه الغمام، فقال: هذا رحمة للعالمين، هذا أنزله الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وأشياخ قريش: وما أدراك أنت؟ قال: عندما مر من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا وسجد له، ولا يسجدان إلا لنبي. وقال: انظروا إلى غضروف يده، إنها التفاحة. وكان يقصد بها خاتم النبوة. خاف أبو طالب على ابن أخيه، فطلب من غلمانه أن يعود به إلى مكة ففعلوا. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 15 عاما من مولده، مر بأحداث ومنها حلف الفضول وحرب الفجار، فكان يجهز النبال لأعمامه لكي يشاركوا في المعركة. كانت خديجة امرأة ذات مال وشرف، تستأجر الرجال ليتاجروا بأموالها، فلما بلغها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والتفاني والإخلاص، قررت أن تعطيه مالها لتاجر به، وأرسلت معه غلامها ميسرة. فلما رجع رأت ما بمالها من الأمانة والبركة، وأخبرها ميسرة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق حديثه وأمانته وكرم أخلاقه، فتزوجت به، وكان عمرها 25 عاما، بينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما. أنجبت له جميع أولاده: رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 35 عاما من مولده، قامت قريش ببناء الكعبة،
فاختلفت القبائل بمن يضع الحجر الأسود، فقالوا أول داخل باب المسجد يكون حكما بيننا، فشاء الله ودخل قدوتنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمر بإحضار قطعة من الرداء، وأمر القبائل المتنازعة أن تمسك بأطرافه، ووضع الحجر بيديه الكريمتين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من مميزات، فقد كان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والرأي السديد وحسن الفطنة وأصالة الفكر، كان لا يشرب الخمر ولا يحضر للأوثان عيدا والاحتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه العبادات الباطلة. ولا شك أن القدر قد حاطه بالحفظ، قال عليه الصلاة والسلام: ما هممت بشيء مما كان يعمل أهل الجاهلية غير مرتين، وكل ذلك يحول الله بيني وبينها، ثم ما هممت إلا أن كرمني الله برسالته. كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم أخلاقا، وأجلهم حديثا، وأمنهم أمانة، حتى سموه قبل النبوة بالصادق الأمين. لما تقارب سنه صلى الله عليه وسلم 40، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، فكان يأخذ الطعام والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور، وهو يبعد عن مكة نحو 2 ميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ذلك الغار فيجلس فيه فيتعبد، فاختاره بعيدا عن هموم الناس الصغيرة ومشاغل الحياة ومكائدها. ومن ثم بدأت آثار النبوة تلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة، فقد كان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. وبقي على ذلك 6 أشهر حتى جاءه الحق من ربه، جاءه جبريل عليه السلام فكان يقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد، فقال له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. فأخذه وغطاه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علقه، اقرأ وربك الأكرم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة فكان يقول: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت له زوجته خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وقد كان ورقة يكتب العبرانية ما شاء الله أن يكتب. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قصة ما رأى في الغار، قال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يريدني فيها جذعة، يريدني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما من رجل يؤتي بمثل ما أتيت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لكن لم ينشب ورقة إذ توفي، وفتر الوحي وحزن عليه الصلاة والسلام. ففي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا يناديه، فينظر حوله فلا يجد أحدا، فلما رفع بصره إلى السماء إذ بالملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فكان يقول له: يا محمد، إنك رسول الله حقا وأنا جبريل. فعاد إلى زوجته خديجة وكان يقول: زملوني زملوني، فزملوه فأنزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عديدة من هذه الآيات تؤكد له أنه نبي هذه الأمة، فقام بالدعوة. فمعلوم أن مكة كانت هي مركز دين العرب، وبها تقع سدنة الكعبة، فأمر القيام بالدعوة إلى الله يحتاج إلى عزم صميم لا تزلزله المصائب ولا الكوارث. فكان من الحكمة أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، فبدأ يدعو ألصق الناس به وأحبهم. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، ومن النساء خديجة بنت خويلد، ومن الغلمان علي كرم الله وجهه، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة. وهؤلاء جميعهم أسلموا في أول أيام من أيام الدعوة، واستمرت الدعوة السرية 3 سنوات حتى نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل بيته ومن يثق بهم إلى الاجتماع فحضروا، فكان يخاطبهم قائلا: إن الرائد لا يكذب أهله، والله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. وقال عمه أبا طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. فلما تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سوف يحميه، صعد على جبل الصفا وأخذ يدعو بطون قريش بطنا من بطنا، فكان يخاطبهم قائلا:
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال لهم: فإني لكم نذير، بين يدي عذاب شديد. فقاطعه أبو لهب بقوله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تل عنه إلى يوم القيامة. ومن ثم نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعكر خرافات الشرك ويذكر حقائق الأصنام ويضرب بعكسها الأمثال. فانفجرت الضجة بمكة وما جت بالغرابة والاستنكار. فلماذا انفجرت؟ لأنهم كانوا يسمعون صوتا يهجر أصنامهم وأوثانهم. فارسلوا وفدا إلى عمه أبو طالب وكانوا يقولون له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وظلل آباءنا، فعليك أن تكفه عنا. فما كان من عمه إلا أن ردهم ردا جميلا وقال لهم قولا رقيقا. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو عليه ماض في خطاه ينشر رسالة ربه. فعدت قريش أسلوبا جديدا لصد الحجاج عن سماع الدعوة. فلما باءت خطتهم بالفشل وجهوا أسلوبا جديدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأساليب الاستهزاء والتحقير والتشويه والتنفير. ولم يكتفوا بذلك فقط، فما من رجل جاء ليدخل إلى الإسلام إلا وتصدوا له وآذوه. فمن أمثال هؤلاء المعذبين بلال بن رباح الحبشي الذي كان مولاه أمية بن خلف يضعه على بطحاء مكة في حر الشمس وبلال يقول أحد أحد. ومن أمثالهم عمار بن ياسر وأمه وأبوه. ومن أمثالهم خباب بن الأرث وعثمان بن عفان وغيرهم الكثير من الصحابة. فقائمة المعذبين بالله كبيرة وطويلة، فما من رجل جاء ليدخل إلى الإسلام إلا وتصدوا له وآذوه. فعلينا أن نتمسك بديننا وأن نسير على خطاهم. فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يفتتنوا في دينهم أذن لهم عليه الصلاة والسلام بذكرة إلى الحج. وهكذا ولما كثرت الاضطهادات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم المصطفى أن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، أمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة. فهاجر الفوج الأول من المسلمين وقد كان عددهم 12 رجلا وأربعة نسوة، وأقاموا في الحبشة بخير جوار. وفي رمضان من نفس تلك السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وتلا عليهم بغتة سورة النجم، وإذا فيها قوارع تتطاير إليها الأفئدة. فلما انتهى إلى آخر آية منها وهي قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد. ولم يتمالك أحد من الحاضرين نفسه إلا وسجد. فوصل هذا الخبر إلى المهاجرين، ولكن وصلهم بصورة مختلفة عن الحقيقة. فقد وصلهم أن قريش قد أسلمت، فعاد المهاجرون إلى قريش. ولما تيقنوا صحة الخبر وهي أن قريش لم تسلم، منهم من دخل مكة بجوار أحد من أشرافها، منهم من عاد إلى الحبشة. ولما اشتد بالمسلمين الأذى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة. فهاجر الفوج الثاني من المسلمين وقد كان عددهم 82 رجلا وتسعة عشر أو 18 امرأة، ولكن قريش قد تيقظت لأمر هذه الهجرة وقررت إحباطها. ولكن الله يسر لعباده طرق الهجرة فهاجروا. ولكن قريش لم تدع المسلمين آمنين حتى في الحبشة، وبعثت إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لكي يستردا المسلمين، ومعهما هدايا لنجاشي وبطارقته. فقرر النجاشي قبل أن يسلم المسلمين لهذين الرجلين أن يسمع لهم. فتقدم جعفر بن عبد المطلب وكان هو المتكلم بالنسبة عن المسلمين، وأخبر النجاشي عن حقيقة هذا الدين وكيف أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور. فقال النجاشي لوفدي قريش: انطلقا، فوالله لا أسلمهما إليكما أبدا. وهنا فشلت خطة قريش ومكيدتها، وكانت تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بأشد أنواع العذاب. فتارة كان ينقذهم الله منه، وتارة يأتي أبو بكر الصديق فيدفعه عنهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا وبينما المشركون في ظلام حالك إذ ضاح نور أضاء الإسلام والمسلمين، وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب الذي شرح الله صدره واستمسك بعروة الوثقى. بعد إسلامه بثلاثة أيام أتى نور لا يقلل معانا وبريقا عن النور الذي قبله، وهو إسلام عمر بن الخطاب. وكان إسلام هذين الاثنين بمثابة اعتزاز ونصر للمسلمين. لما رأت قريش امتداد الإسلام وأن شأنه يعدو يوما بعد يوم، ووصلها ما وصلها خبر المهاجرين بأرض الحبشة وبما هم فيه من إكرام، اشتد حنقها وغضبها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقررت باتخاذ إجراء ظالم وجاحظ، وحصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه
من بني طالب وبني هاشم في شعب أبي طالب. كان الحصار على أن لا ينكحوهم ولا يخالطوهم ولا يكلموهم أبدا ولا يبيعونهم ولا يبتاعوا منهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. استمر الحصار، عن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يخطر على بالكم، فقد أكل من شدة جوعه أوراق الشجر وهو صابر محتسب. تمر ثلاثة أعوام وهم على هذه الحال حتى نقضت هذه الصحيفة وأكلت من قبل أرضة الأرض التي أكلتها ولم تبقي منها إلا باسمك اللهم، وما كان فيه اسم الله لم تأكل. إنها آية عظيمة رآها كفار قريش، ولكنهم كما قال الله عنهم: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كان العام العاشر للبعثة النبوية عاما شديد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع فيه من أحداث محزنة. ففي هذا العام توفي عمه أبو طالب، وقد كان نصيره والحامله من أذى قريش. وبعد وفاة عمه أبا طالب توفيت زوجته خديجة التي بقيت معه ربع قرن، تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر، حتى قال عنها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم على قلبه. ولكن ما أهمه وأحزنه كثيرا هو اشتداد محاربة كفار قريش لدعوته. فبعد وفاة عمه أبو طالب اعترضه سفيه من سفهاء قريش ونثر على رأسه التراب، فدخل عليه الصلاة والسلام بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تزيل عنه التراب وهي تبكي، وهو يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. صبر على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة، والسبب الرئيسي في ذلك هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة. فقرر عليه الصلاة والسلام الخروج إلى الطائف، ومعه مولاه زيد بن حارثة. فكان كلما مر على قبيلة دعاهم إلى دين الله، ولكن دون جدوى لم تجب له أي قبيلة من تلك القبائل. فعمد إلى ثلاثة من رؤساء ثقيف فجلس إليهم ودعاهم إلى دين الله وإلى نصرة الإسلام. فقال الأول: تمرط الكعبة. وقال الثاني: أما وجد الله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا. فقام عنهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وظل عشرة أيام لا يدعو أحد من أشرافها وساداتها إلا وجاءهم ودعاهم إلى دين الله وإلى نصرة الإسلام، ولكنهم ازدادوا كبرا لسخرية وأغروا سفهاءهم وعبيدهم واصطفوا صفين وجعلوا يرجمونه بالحجارة وبكلمات من السفه. لماذا قاموا بكل هذا؟ ألأنه جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر إلا عبادة الله وحده؟ لماذا قاموا بكل هذا؟ جاءوه إلى حائط العتبة وشيبة بن ربيعة، فجلس ودعا بهذا الدعاء الذي يدل على امتلاء قلبه بالحزن والكآبة من ملقه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. خرج من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب من ملقه، فبعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، فناداه جبريل وقال له:
يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأمرني أن أبعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال وطلب منه الإذن أن يطبق الأخشبين عليهم، ولكن رسول الله قال بقلب رؤوف رحيم: بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أبعد هذا يا رسول الله؟ أبعد أن ألقوا عليك الحجارة وألقوا عليك الكلمات السفيهة؟ أتسامحهم يا رسول الله؟ أبعد هذا يا رسول الله؟ إن في جوابك هذا دليلا على شخصيتك الفذة وما أنت عليه من الخلق العظيم يا رسول الله. وها أنت تواصل مسيرك إلى وادي نخلة فتقيم فيها أيام، فيبعث الله إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا رسول الله إن لم يؤمن بك أهل الطائف فها نحن نؤمن بك، وإن لم نرك يا رسول الله نحن سنؤمن برسالتك، وإن لم نرك يا خير البشرية. يا رسول الله إن هناك من الملائكة والإنس والجن من يعبد الله وحده ولا يسأم من عبادته. وخلال هذه المرحلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق بصحبة جبريل عليه السلام، فصلى بالأنبياء إماما ثم عج به إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل فرأى آدم أبا البشر فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عج به إلى السماء، ثم عج به إلى سدرة المنتهى، ثم عج به إلى البيت المعمور، ثم عج به إلى الجبار جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع ما بين طبقات السماوات رأى موسى عليه السلام فقال له: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فارجع عليه الصلاة والسلام حتى وضعت عنه 10 صلوات، وما زال رسول الله يتردد ما بين الله وموسى إلى أن وصلت إلى 5 صلوات. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك. فقال عليه الصلاة والسلام: قد استحييت من ربي بالأرض وأسلم. فنادى مناد من السماء: قد أديت فريضتي وخففت عن عبادي. وخلال هذه المرحلة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور عديدة، ومنها حادثة شق صدره وعرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة، إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك. فلما أصبح الصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بما أراه الله من آياته الكبرى، فطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى طفق يخبرهم ويزيد، ولكن ذلك لم يزدهم إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من أهل يثرب، وقد وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينشروا رسالته، وجراء هذا وما أن جاء العام الثاني إلا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا يبايعونه عند العقبة بمنى، فبايعوه على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف. وأرسل معهم سفيره مصعب بن عمير ليعلمهم شعائر دينهم ويفقههم به. وما أن جاء العام الثاني في موسم الحج إلا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم 70 نفسا من مسلمي يثرب، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى بيعة العقبة الثانية، فقد بايعوه على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مما يمنع أنفسهم وأولادهم وأزواجهم. لكن هذه البيعة لم تكن كالبيعة الأولى، فقد كانت هذه البيعة في سرية تامة تحت ظلال الليل. بعد أن تمت بيعة العقبة الأولى والثانية
التي تمت في جو يعلوه مشاعر الحب والولاء والتناصر بين أشتات المسلمين، لم تكن هذه المشاعر مجرد نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل إن مصدرها هو الإيمان بالله ورسوله. بهذه المشاعر استطاع المسلمون أن يجلسوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا من نظائرها الغابر والحاضر، ولسوف يخلو المستقبل. ها قد وجد المسلمين وطنا لهم، لكن في وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن، فهاجروا، وهاجر عامة من هاجر بأرض الحبشة وهاجروا إلى المدينة. فلما رأى كفار قريش أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وساقوا الضرار والأطفال والأموال، تحركت فيهم الضجة والقلاقل. لقد تجسد أمامهم الخطر الكبير الذي يهددهم ويهدد كيانهم الوطني والاقتصادي، باتوا يبحثون عن أنجح الوسائل لصد هذا الخطر، فاجتمعوا في دار الندوة وأزدى كل واحد منهم اقتراحا، ودار النقاش طويلا حتى قال أبا جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم قد وقعتم عليه. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فينا، فنعطي كل واحد منهم سيفا صارما فيعمدوا إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل، فما استطاع بني عبد مناف أن يفعلوا شيئا. فوافق برلمان مكة على قراره هذا، بينما هم يتخذون القرار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسول الله يخبره بمؤامرة قريش ويأذن له بالهجرة، قائلا له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أما قريش قضت نهارها لتستعد لهذه الخطة، ورغم استعدادها التام إلى أنها فشلت فشلا فاحشا. في هذه الساعة الحرجة يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسبح ببردي هذا الأخضر الحضرمي، فإنه لن يخلص إليك منهم شيئا تكرهه. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم وقد حجبه الله عن أبصارهم فلا يرونه، بل وأخذ حفنة من البطحاء وأخذ يذروها على رؤوسهم وكان يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق عليه الصلاة والسلام إلى صاحبه أبا بكر وآمن الناس عليه، وخرج من مكة في 27 من شهر صفر، وسلك طريقا مضادة لطريق المدينة كي لا تفطن قريش بما فعل. وعندما انتهى به إلى الغار قال أبا بكر الصديق: يا رسول الله، والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان به شيء أصابني دونك. فدخل فوجد فيه ثقبا فشق إزاره وكسحه، فبقي اثنان فألقاهما قدميه، ودخل رسول الله ونام في حجر أبا بكر. لدغ أبا بكر من ذلك الثقب لكنه لم يتحرك، مخافة أن ينتبه رسول الله، لكن سقطت دمعتان من عينا أبي بكر على وجه رسول الله، فانتبه فقال: ما بك يا أبا بكر؟ فقال له: لدغت فداك أبي وأمي يا رسول الله. فتفل رسول الله على قدمه فذهب ما كان يجده، ومكثا في الغار 3 ليال. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما بالماء والشراب، وفي يوم قد ارتحلت فأتت لتعلق سفرتهما، فإذ ليس لديها عصام فقامت وشقت نطاقها، ربطت سفرتهما بآخر وعادت بالآخر. أما قريش عندما علمت بفرار الرسول صلى الله عليه وسلم جن جنونها، عرضت مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين كائن كان، جدت الفرسان وقصاص الأثر وكل من طمع بهذه الجائزة. حتى وصلوا إلى باب الغار الذي كان فيه رسول الله. يقول أبا بكر: كنت أنا ورسول الله في الغار فإذ بأقدام القوم، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدا طأطأ بصره لرآنا. فقال لي رسول الله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كانت المعجزة العظيمة التي أكرم الله بها نبيه رجع هؤلاء المطاردون بعدما كان بينهم وبين رسول الله إلا 4 خطوات. وواصل رسول الله بعد أن هدأت نار الطلب ومسيره إلى المدينة المنورة. أما المسلمون في المدينة عندما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يغدون كل غداة إلى الحر لا يعيدهم إلا حر الظهيرة. في يوم قد انتظروا وطال انتظارهم فعادوا إلى بيوتهم، فأوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه،
فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه مبيضين يزول بهما السراب، فما كان به إلا أن صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. فزحفت المدينة كلها لاستقبال رسول الله، إنه يوم مشهود لم تشهد المدينة يوم مثله. الكل فرحين، بنات الأنصار يغنين فرحا بقدومك يا رسول الله. وإلى هنا ينتهي قسم من حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة في مكة المكرمة. وهكذا بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول أعماله وبناء المسجد النبوي الشريف الذي اشتراه في المكان الذي بركت عليه ناقته من غلامين يتيمين. ثم لبث أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فبهذه الحكمة وبهذه الحذاقة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء قواعد مجتمع جديد. ولكن كانت تلك الظاهرة أثر لما يتمتع به أولئك الأمجاد بفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتعهدهم بالتعليم والتربية ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف، وكان يعلمهم العبادات حتى صاروا أعلى قيمة في الكمال عرفت في التاريخ بعد الأنبياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم كان يتمتع من الصفات ما جعله تتقارب إليه الأفئدة، فما يتكلم بكلمة إلا ويتبادر صحابته رضوان الله عليهم إلى امتثالها، وما يأتي برشد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى التحالي بمثل ما قال. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة أروع وأشرم مجتمع عرف في التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا الزمان حلاً تتنفس إليه الإنسانية السعداء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلم. مثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي حول مجرى التاريخ والأيام. فبعد تلك الكلمة التي نقلت محمد صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ إلى الخوض به في المعارك، كانت هذه أول غزوة انتشر صداها في كافة العرب. غزوة بدر الكبرى، أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة التي كانت في رمضان في السنة الثانية للهجرة. وسببها أن في غزوة العشيرة كان لقريش عير أفلتت من الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت ذاهبة إلى الشام، فبعث نبي الله طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشام ليقوما باكتشاف خبرها، فانطلقا حتى وصلا إلى الحوراء ومكثا هنا حتى مر أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر، فكانت هذه العير تحمل ثروات هائلة، لذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فاستعد الجيش الإسلامي وكان قوامه 310 رجلا، وقام نبينا الكريم بتقسيم جيشه إلى كتيبتين، فجعل قيادة الميمنة الزبير بن العوام وقيادة الميسرة للمقداد بن عمرو، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. أما هذه العير فكان أبو سفيان هو المسؤول عنها، كان شديد الحذر والحيطة، فما أن لبث أن نقلت استخباراته أن محمدا مع المسلمين قد خرجوا ليوقعوا بالعير، فاستأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش مستنجدا بها بالنفير إلى عيرهم لحمايتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما علمت قريش جن جنونها فتجهز جيش مكة، وكان قوامه 1300 مقاتل و600 درع و100 فرس، وكان أبو جهل هو القائد العام، فخرجوا من ديارهم وهم على حمية وغضب، جرت هؤلاء على قوافلهم واتجهوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر. في أثناء طريقهم تلقوا رسالة من أبي سفيان يأمرهم بالرجوع، فهم الجيش للرجوع، ولكن قام أبو جهل في غطرسة وكبرياء قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدر. ولكن الأخنس وبنو زهرة عصوا أبا جهل ورجعوا إلى مكة، وكان عددهم 300 مقاتل، فأصبح عدد جيش المشركين 1000 مقاتل، فاتجهوا إلى بدر. استخبارات المدينة نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبر العير والنفير، وبعد التأكد من هذا الخبر عقد نبي الله مجلسا استشاريا أعلى أشار فيه عامة الجيش وقادته، فقام قادة المهاجرين فأحسنوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد رأي الأنصار، فكان يقول: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك سعد بن معاذ قائد الأنصار فقال: والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر لقول سعد، ثم نزل بنفسه للاستطلاع على تحركات العدو، فتحرك الجيش الإسلامي ليسبق المشركين إلى بدر.
وتراءى الجيشان، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها تحاربك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. وأول قود المعركة هو الأسود بن عبد الأسد المخزومي الذي خرج من جيش المشركين قائلا: وعاهد الله لا أضربن من جوفهم أو لأهدمنه. فخرج حمزة بن عبد المطلب فقتله، فأخرج جيش مكة 3 من خيرة فرسان المشركين، فأخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 3 من خيرة فرسان المسلمين، فخيرة فرسان المسلمين قتلوا خيرة فرسان المشركين. فكانت هذه البداية بالنسبة للمشركين بداية سيئة، لكن بالنسبة للمسلمين كانت بداية نصر وفتح عظيم، وكانوا يستغيثون ربهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه قائلا: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فاستجاب الله لدعاء رسوله، فأنزل ملائكته من السماء، أنزل جبريل بجيشه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر يا أبا بكر، فهذا جبريل على ثنايا النخل. ثم أخذ رسول الله حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش وقال: شاحت الوجوه، فرمى بها في وجوههم، فما من أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ونفخه وفمه من تلك القبضة. وحينئذ أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره الأخيرة بالقتال والمطاردة، وبدأت علامات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، فبدأوا بالانسحاب، فانتهت هذه المعركة بنصر المسلمين. ولكن هذه الغزوة لم تكن غزوة حاسمة، فما زالت قوى الشر تكيد للإسلام والمسلمين. من هذه القوى يهود بني قينقاع، فقد قالوا للنبي: لا يغرنك أنك قتلت نفر من قريش لا يعلمون القتال، فلو أنك قتلتنا لعلمت أننا نحن المقاتلون. ثم ازدادت جرأتهم حتى أثاروا في سوقهم فتنة قتل فيها رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فذهب إليهم رسول الله في جيشه وحاصرهم، واستمر الحصار 15 يوما. بعد ذلك أجلهم وتم القضاء على زريبة من زرائب اليهود، وتضع لكن موقعها في السطور، ولكن ما تزال مكة تحترق غيظا على ما أصابها من المسلمين في غزوة بدر، وتتفق أن تقوم ضدهم بحرب شاملة، مما زاد ذلك في نفوسهم يا سرية زيد من حارثة، حيث استطاع أن يستولي على قافلة من قوافلهم، ففتح باب التطوع وحشد الأحابيش. وجراء ذلك كانت غزوة أحد، وقد وقعت في السنة 3 للهجرة، وقد كان قوام الجيش المكي 3000 مقاتل. استخبارات المدينة نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الجيش، فعقد مجلسا استشاريا طارئا، كان آراء معظم صحابته هي الخروج للقتال، خصوصا ممن فاتهم الخروج في بدر. هكذا تحرك الجيش الإسلامي وكان قوامه 1000 مقاتل، ووصلوا إلى أحد، وكانوا يجعلون ظهورهم إلى هضبة ذلك الجبل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جيشه، فجعل 50 من الرماة على جبل سمي فيما بعد بجبل الرماة، وشدد عليهم قائلا لهم: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. في ذلك الوقت قام زعيم المنافقين عبد الله بن أبي وعاد بثلث الجيش إلى المدينة، ولكن رسول الله كان يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بمثل هذه المعنويات صدع أن يسد الثغرة الذي خلفها أبي وأصحابه، وبدأت المعركة واشتدت وعلت قعقعة السيوف، وكان الجيش الإسلامي يسجل انتصارا لا يقل روعدا عن الانتصار الذي حققه في بدر، إلى أن حدثت من الرماة تلك الغلطة الفظيعة التي حولت مسار المعركة، فقد نزلوا من الجبل وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان قائدهم عبد الله بن جبير يذكرهم بما قال لهم رسول الله، ولكن هيهات نزلوا من الجبل ظن منهم أن المعركة قد انتهت. في تلك اللحظة انتهز خالد بن الوليد تلك الفرصة وطاف حول معسكر المسلمين وقتل 9 رماة الذين لا زالوا على الجبل ولم يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت فرسان خالد صيحة أعلمت فيها جيش المشركين الفار الذي كان قد تفرق في الوديان أن المعركة قد عادت لصالحهم. هنا أصبح المسلمون بين نارين، نار فرسان خالد ونار المشركين، وهذه اللحظة كانت أشد اللحظات في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد كسرت رباعيته وشق رأسه، فكان يمسح الدماء على وجهه ويقول: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. أبعد هذا يا رسول الله تدعو لهم؟ أبعد أن خالفوا أمرك؟ ما أحن قلبك وما أكرمك يا رسول الله. في ذلك الوقت كان يصوح في أصحابه: هلموا إلي أنا رسول الله. فتجمع حوله عدد من الصحابة كانوا يقاتلون حوله أشد القتال. وفي ذلك الوقت كان نساء المشركين يقمن بتشويه الشهداء، واستطاع صلى الله عليه وسلم أن ينحاز بأصحابه رويدا
إلى شعب جبل أحد، وهنا انتهت المعركة، وقد كان عدد الشهداء المسلمين 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب، فقد بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء لم يبكه على أحد، وقد حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من مخالفة أوامر رسوله في هذه الآية الكريمة، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن نرى كثير من اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام يتهاونون به ويحطون من شأنه، نرى كثيرا من المسلمين يتشبهون في الأجانب في مأكلهم ومشربهم ونكاحهم في كل أمور حياتهم من ألفها إلى يائها، وكان هدي الكفار أقرب إلى قلوبهم من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. ثم بعد ذلك وقعت غزوة الأحزاب أو ما تسمى بغزوة الخندق التي كانت في السنة 5 للهجرة، وسببها أن يهود بني النضير قد نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل وأرادوا اغتياله، فنفاهم نبي الله إلى خارج المدينة. فاجتمع يهود بني النضير واجمعوا معهم الكفار من مكة ومن القبائل المجاورة حتى أصبح عددهم 12,000 مقاتل من المشركين. استخبارات المدينة نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الخبر، فعقد نبي الله مجلسا استشاريا أعلى فيه أكابر الصحابة، فأدلى الصحابي الجليل البطل سلمان الفارسي برأيه السديد، وهو حفر خندق حول المدينة، فحفروه بثلاثة أو أربعة أيام. فعندما جاء جيش الأحزاب تفاجأ بخندق عظيم يحول بينهم وبين المدينة، فاغتاظوا غيظا شديدا وحدثت مرامات بالنبال. لم يحدث في هذه الغزوة أي قتال، بل حدث فيها حرب أعصاب، حيث أنزل الله تعالى صورا لتأييد المسلمين، منها أن الله تعالى أنزل عليهم الرياح الباردة ما تضع لهم قدرا إلا كفأته، ولا عمودا للخيام إلا نزعته، ولا نارا للحرب إلا أطفأتها. أيضا ما فعله الصحابي الجليل نعيم بن مسعود الذي في تلك اللحظة قد أسلم لتوه، فاستطاع بمكره ودهائه أن يفرق بين جيش الطغيان، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سجل انتصارا عظيما على جيش الظلام. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ ناداه جبريل قائلا له: أو قد وضعت أسلحتك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فإني سائر إلى بني قريظة فمزلزل بهم وبحصونهم. لماذا؟ لأن بني قريظة قد نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحرج ساعة للمسلمين في معركة الأحزاب، فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فحاصروها حصارا شديدا، فنزلت بني قريظة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم صاحب الدعوة المجابة الذي خرج في معركة الأحزاب إثر سهم أصابه، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستجاب الله لدعاء سعد، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وأن تسبى ذراريهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وبعد هذه الغزوة وقعت غزوة بني المصطلق، وقد وقعت في السنة 5 أو 6 للهجرة، وفي هذه الغزوة وقع حادث الإثم، وهي ما اتهم بها المنافقون سيدتنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ولكن الله أنزل براءتها من السماء فأقيم الحد على المنافقين، فانقشعت سحابة الشرك والريبة في سماء المدينة. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رؤيا في منامه أنه خرج مع المسلمين لأداء العمرة، فطافوا بالبيت وحلقوا رؤوسهم وكانوا مطمئنين، فعندما أصبح الصبح أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى، ففرحوا فرحا شديدا لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، فتجهزوا للخروج لأداء العمرة. ولكن عندما علمت قريش صدت المسلمين ووقع صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة في السنة 6 للهجرة، وكان ملخص بنود هذا الصلح أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فلا يؤدون العمرة إلا في العام القادم، وأن تضع الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات يا من فيها الناس، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيها، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن جاء محمدا من قريش من غير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريش ممن مع محمد لا يرد. فأحزن البند الرابع المسلمين حزنا شديدا، وكان من أشدهم حزنا عمر بن الخطاب، ظنا منهم أن هذه البنود كانت لمصلحة قريش وإرضاء لغرورها وإجحافا لحق المسلمين، لا يعلمون بأن هذه البنود ستكون سببا في انتشار الإسلام في كافة أنحاء العالم. استغل النبي صلى الله عليه وسلم
أحد بنود صلح الحديبية والذي ينص على وضع الحرب بين الطرفين 10 سنوات، فقام بمكاتبة الملوك والأمراء، فأخبره قومه بأن الأمراء لا تقبل رسالة إلا وعليها خاتم، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، وأرسل المكاتبات إلى جميع أنحاء العالم، فمنهم من أسلم كالنجاشي ملك الحبشة وأمير البحرين، ومنهم من تظاهر بالتسليم خوفا على ملكه مثل هرقل ملك الروم، ومنهم من جنح للمسالمة وقدم الهدايا الكثيرة مثل المقوقس ملك مصر التي كانت من ضمن هداياه ماريا القبطية التي أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومنهم من أخذته العزة بالإثم فمزق الكتاب فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه مثل كسرى ملك فارس، ولكن كان قد أرسل إلى والي اليمن بعدان يخبره بأن يأتي برجلين شديدين فيأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر باذان بأن ربي قد قتل ربه. وبعد فترة قصيرة وصل خبر مقتل كسرى إلى باذان، فعلم أن هذا الخبر لا يأتي إلا من نبي، فدخل الإسلام إلى قلبه فأسلم، وأسلم رجاله وأسلم أهل اليمن، وكان لليمنيين دورا بارزا في نشر الإسلام والفتوحات الإسلامية. استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأمن من كفار مكة ومن بعض القبائل، لكن لم يستطع أن يأمن من اليهود الذين في خيبر والتي جعلوها وكرا لدس رؤوسهم، فقد نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وأرادوا اغتياله في مؤامرة خطيرة من قبل يهودية تدعى زينب بنت الحارث التي أحضرت شاه مسمومة، فسألت أي الأعضاء أحب إلى الرسول، فقيل لها الذراع فدست فيه السم، ثم قدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستصيغها فلفظها، فقال لها أخبرني أن هذا العظم مسموم، ثم سألها ما الذي دعاك إلى هذا؟ قالت إن كنت ملك سنرتاح منه، وإن كنت نبي فسيخبرك بذلك، فعفى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه أقيم عليها حد القصاص لأن صحابي أكل مع رسول الله فمات بسبب ذلك. فحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم حصون خيبر حصارا شديدا وهي من أشد حصون اليهود قوة، فاستطاع نبينا الكريم فتح حصون خيبر في محرم في السنة 7 للهجرة، وتوالت الأخبار، ولما هلذوا القعدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لأداء العمرة، وقد سميت هذه العمرة بعمرة القضاء لأنها كانت قضاء لعمرة الحديبية. ثم بعد ذلك وقعت غزوة موتة التي كانت في جماد الأول في السنة 8 للهجرة، وفي هذه الغزوة انتصر فيها الجيش الإسلامي على جيش الروم، فكان أثر هذه المعركة أنه تفاجأت القبائل كيف أن هذا الجيش الإسلامي البسيط يهزم جيش الروم، جيش أعظم أكبر قوة على وجه الأرض، فدخلت قبائل في الإسلام. كان أحد بنود صلح الحديبية أنه من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، وأنه من أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل، فدخلت قبيلة خزاعة حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بني بكر حليفة لقريش، وفي إحدى الليالي اعتادت قبيلة بني بكر حليفة قريش على حليفة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة، مستغلين بذلك ظلام الليل الحالك، وقد أعانتهم قريش بالرجال والسلاح، فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول له يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي. فطنت قريش فعلتها النكرة، فأرسلت أبا سفيان بن حرب يجدد عقد الصلح، فإذا به يدخل على ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ليجلس على فراش النبي فأخذته وطوته عنه، فقال لها يا بنيتي أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت له بل هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس ولا أريدك أن تجلس عليه، فقال لها والله يا بنيتي لقد أصابك بعدي شر. فانطلق إلى الصحابة رضوان الله عليهم وأخبرهم أنه جاء ليجدد عقد الصلح، فقال له أبو بكر ما أنا بفاعل، وقال له عمر والله لو امتلكت إلا الذر لجاهدتكم به. فعاد إلى قريش، وكانت قريش مذعورة خائفة ماذا سيحل بها من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم على أمره بالكتمان وقال اللهم خذ العيون والأبصار عن قريش حتى نبغتها في أرضها. لكن حاطبا بن أبي بلتعة البدري أرسل كتابا ليخبر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليفتح مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا
ولكنه عفى عنه لأنه ممن شهدوا بدرا. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بإسلام أبي سفيان، ولكن إسلامه كان إسلاما ظاهريا، فقال عمه العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فوقف وقال: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه الباب فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فدخل عليه الصلاة والسلام مكة متواضعا لله، حتى أن شعر لحيته كاد أن يلامس رحل ناقته. فدخل إلى الكعبة وحمد الله وشكر له، وطاف حول الكعبة وحطم جميع الأصنام التي كان يبلغ عددها 360 صنما. وعندما خرج وقف وقال: يا معشر قريش، ما تنظرون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: سأقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح أن يؤذن على ظهر الكعبة، فاستعظم ذلك الحاضرون من قريش، منهم من أسلموا ومنهم من يسلموا. ثم بعد ذلك وقعت غزوة حنين التي كانت في السادس من شوال في السنة الثامنة للهجرة. وسبب هذه الغزوة اجتمعت قبائل هوازن وثقيف، ورأت أن قريش قد قصرت في حق الكعبة، وأن من حقها استعادة هذه المفاتيح وإعادة الوثنية إليها. فجهزوا جيشا قوامة إلى أكثر من 20,000 مقاتل. استخبارات المدينة نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فجهز نبينا الكريم جيشا قوامة 12,000 مقاتل بقيادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن حديثي الإسلام اغتروا بعددهم، فقالوا: اليوم لن نهزم من قلة. فتحرك الجيش الإسلامي إلى أوطاس في وادي حنين، ولكن جيش مالك قد سبق الجيش الإسلامي. فعندما وصل الجيش الإسلامي كب عليهم جيش مالك كبة رجل واحد، فانهزم المسلمين في بداية الأمر لساعات قلائل تأديبا من الله عز وجل. فالنصر لا يكون بكثرة العدد والعدة، إنما يكون بقوة الإيمان والثقة بالله عز وجل. ولذلك أنزل الله قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. استمرت هذه المعركة فانتهت بنصر المسلمين. فنتعلم من هذه الغزوة التوكل على الله عز وجل والافتقار إليه وعدم الاغترار بكثرة العدد والعدة، وأن النصر بيد الله عز وجل، والابتلاء والتأديب والتمحيص من الله عز وجل لعباده، وثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وتوبة المسلمين، وهذا من فضل الله عليهم. فحالنا اليوم يعطي صورة مطابقة لحال المسلمين في يوم حنين. فنحن المسلمون اليوم نغتر بكثرة عددنا وتواكلنا بأن النصر آت من الله عز وجل دون الأخذ بالأسباب. فيجب علينا الرجوع إلى الله عز وجل والعمل بأحكام كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالصبر والثبات والتوبة إلى الله عز وجل حتى ننتصر على أعداء الإسلام والمسلمين. والله معنا. Nowadays, we are not safe as Muslims, and here in Hunain's day, no way are great unnumbered. And the great victory will be sown, inshallah. And we must return to Allah and way of prophet, to in Quran speech and obey prevent Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we have to be reaching and revenge to Allah until the victor meets and Islam and Muslims. وبعد هذه الغزوة وقعت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت في السنة 9 للهجرة في شهر رجب. وهذه الغزوة هي التي فصلت بين الحق والباطل وكشفت معادن الرجال، وفيها انتصر جيش المسلمين بدون قتال على جيش الروم. وكان أثر هذه الغزوة أنه توافدت القبائل لعقد الصلح مع رسول صلى الله عليه وسلم ودفع الجزية. وبعد ذلك دخلت قبائل شتى في الإسلام، وازداد ذلك من هيبة ومكانة المسلمين وارتفعت راية الإسلام. ولما تكاملت الدعوة
وسيطر الإسلام على الموقف. أخذ الطلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره وتتضح بعباراته وأفعاله. ففي عباراته قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفي أفعاله اعتكف في رمضان 20 يوما بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب. وفي أوائل صفر اليوم 28 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة في بدنه حتى أنهم كانوا يجدون صورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه، وثقل برسول الله المرض حتى كان يغمى عليه. وعندما أحس بخفة خرج إلى المسجد وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبا بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وفي آخر يوم من حياته لما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت فاطمة: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي به فبكيت، ثم دعاني فأخبرني أني أول أهل بيتي يتبعه فضحكت، وبشرها بأنها سيدة نساء العالمين. فلما رأت فاطمة ما بأباها من الكرب الشديد الذي يتغشاه كانت تقول: واه كرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وطفق الوجع يشتد ويزيد وبدأ الاحتضار، أسندته عائشة إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله قد جمع بين ريقي وريقه عند موته، استن بأحسن ما كان يستن به وجعل يدخل يديه إلى الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. رسولنا يعاني من سكرات الموت، خير البشرية يعاني من سكرات الموت، كيف بنا؟ ذنوبنا كثيرة، كيف سنعاني من سكرات الموت؟ إذا كان خير الناس يعاني من سكرات الموت فكيف سنعاني نحن من سكرات الموت؟ طفق الوجع يشتد ويزيد، ولما انتهى من السواك أصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى، كرر الكلمة الأخيرة 3 ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. مات رسول الله، مات عليه الصلاة والسلام، أظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها، كيف لا تظلم وقد مات خير الناس، وقد مات خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. حزن عليه المسلمون حزنا شديدا، فقد قال عمر بن الخطاب: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي. ما مات رسول الله. أما أبا بكر الصديق فقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح اللسان بليغ القول، يتميز
بالحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة، وكان من صفته الجود والكرم والعطاء، وكان لا يخشى الفقر أبدا. يا من تزعمون بأنه شاعر ومجنون، ألا تعلمون بأن الله أرسله حقا؟ ألا تعلمون بأنه وحي يوحى؟ يا من تسبونه وتشتمونه من ورائه، أنتم دائما في ورائه، لأنه صلى الله عليه وسلم دائما أمامكم. يا من تعرضون الأفلام الكاذبة، ألا تخيلون من أنفسكم؟ ألا تعلمون بأنه أشد خيلا وحياء من العذراء في خدرها؟ ألا تخيلون من أنفسكم؟ خسيتم عذرا لأنه قد ضاق صدري وأريد أن أتحدث بما أريد. ألا تعلمون بأنه سهل الخلق لين الجانب، لا بفضل ولا غليظ ولا عتاب ولا هماز ولا مداح ولا كذاب، إذا تكلم أطرق جلساه وكأنما على رؤوسهم الطير. على الجملة فقد كان نبي الله محلى بصفات منقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وأنه لعلى خلق عظيم قد بلغ أعلى قمة من الكمال، استضاء بنور الله حتى صار خلقه القرآن، وصار قرآنا يمشي على الأرض. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا منبع الأنوار والإيمان، صلى عليك الله يا رسول الله وسلم تسليما كثيرا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. غازلتها فتبسمت فرغ الفؤاد بحبها، يبغي وصالا لا يريد سواها. هل عرفتم من تكون حبيبتي ومن الذي لبس الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. ماذا أسطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي؟ قلبي وأشعاري وأذكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صلي على الحبيب محمدي.